يشتهي العم أبو صالح ربيعاً يظل يسكن حديقته الممتلئة بالخضرة، فغداً هو آخر موعد حدده الاحتلال لمصادرة وهدم طابق يسكنه، وآخر يملكه نجله الشهيد عنان أبو حبسة من مخيم قلنديا شمال القدس. الهدم سيطال ثلاث عائلات أخرى إذا تم تفجير المكان، فأساسات البناء واحدة. يعني هذا البيت زي ما حكيت لك كل طابق 350 متر. طيب يعني شو، ليش هالظلم اللي يوقع على الناس اللي ما لها علاقة؟ يعني اخوتي، مرت ابوي، ابني، هذول شو ذنبهم مثلا؟ يعني انا بدي معاقبوني بجريرة ابني، شو ذنب اخوتي؟ عائلة ابو صالح بدأت بإفراغ منزلها تحسبا لعملية الهدم، فيما هو يوزع نظراته الأخيرة على زوايا المنزل الذي عاش فيه 7 أعوام، وعاش تحت سقفه 6 أفراد لهم فيه ذكريات كثيرة. أنا شلت غرفة النوم، أبقيت الفرشة لأني مصر أني أبقى لآخر لحظة في البيت، مصر أبقى لآخر لحظة في البيت، يعني ما راح أطلع إلا لما يهدموا. إحنا طلعنا بدك تقولي 90% من الأغراض، باقي يعني الشغلات، المغاسل، شبابيك الألمنيوم، المطبخ فكيناه زي ما شفتي، يعني ما ضل شيء بسيط، الليلة إن شاء الله بنخلصه. دقائق قليلة سيسوي الاحتلال هذا المنزل بالأرض، فلا ذكريات تبقى هنا ولا وجع يزول. أمطار قليلة تفصل منزل أبو حبسة عن منزل الشهيد عيسى عساف الذي سيهدمه الاحتلال أيضا بالوقت ذاته. المشكلة هنا ان هي الدور متلاصقة في بعض ومتداخلة في بعض، مش بس متلاصقة كمان متداخلة، عقدات واحدة عددها حوالي 18 شقة، كل العقدات متلاصقة في بعض وشادة بعض، يعني واحدة على الثانية، فاحتمال لما يصير عندنا هنا تفجير في أي شقة من هذول الشقق بتنزل 16 شقة أو 18 شقة مع بعض، راح ينزل يصير دمار شامل في الحارة هاي، مش بس والجيران كمان ملاصقين لنا يعني. وكان الشهيدان عنان وعيسى ابنا 20 عاما نفذا معا عملية طعن قرب باب الخليل بالقدس قبل 2 شهر أسفرت عن قتل مستوطنين من مخيم قلنديا شمال القدس. دعاء سيوري، تلفزيون وطن.